نعلم جيدا ان سلعه الذهب سلعه عالميه، وبالتالي تسعير جنيهنا عالميا، وهناك فرق اسعار في مصر، فارجو الوقوف في هذا المقام حتى يستقر الموضوع، وهنفعل كل ما نستطيعه حتى يمكن توفير الذهب الخام لعملينا الصناع المشترك فيه. ده مهم جدا، العمل والانتاج والاستهلاك والانتاج، وبالتالي ان شاء الله يكون في تقدم في كافه المجالات. وبشكركم مره ثانيه تحيه كبيره في حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين، ودايما مصر تقدم عندما عرضت على مكانه الرئيس موضوع ان احنا نعمل سوق مجمع للذهب، ساعتها قال لي فكر اكتر وكده هنعمل مدينه الذهب. ان شاء الله باكر هيبقى فيه عرض خاص بمكونات مدينه الذهب. ده كان توجيه لمكانه الرئيس للاهتمام والعناية بصناعة الذهب والفريق والمواد. النقطة النهاردة احنا بنشهد أول افتتاح معرض دولي. العام الماضي كان معرض يضم كافة شركات ومصانع الذهب المصرية. النهاردة بنشهد افتتاح أول معرض دولي، بمعنى إضافة للشركات المصرية العظيمة العملاقة في صناعة الذهب والفضة والمجوهرات. شاركنا كثير من الشركات من تركيا بنرحب بيهم جميعا، ومن الامارات بنرحب بيهم جميعا، ومن الهند بنرحب بيهم جميعا، ومن ايطاليا. دايما ايطاليا تعاون معانا مع وزاره تنميه والتجاره الداخليه، ليس فقط في الصناعات الذهبيه ودعمها، ولكن في كافه المجالات.